السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم إن شاء الله إزاي نعمل نثبت الرياكت على اللارافيل، أو نربط مشروع اللارافيل بتاعنا بالرياكت. وإحنا عارفين طبعا الديفولت بتاع اللارافيل بيجي مع إيه، أحيانا بيجي مع ملفات الفيو دي. الناس بتبقى فاكرة إن اللارافيل مع الفيو على طول، فإحنا هنثبت الرياكت. وفي مرة تانية إن شاء الله هنبتدي نعمل إيه، مشروع لارافيل بالرياكت إن شاء الله. طيب، أول حاجة محتاجينها عندنا الفايل ده، تمام. اول حاجه هنعمل بروجكت لارافيل الجديد، تمام. هنستخدم الكومبوزر. طيب، نعمل بروجكت لارافيل وليكن هنا على الديسكتوب. نفتح التيرمينال ونكتب الكوماند ونكتب اسم البروجكت بتاعنا، رياكت مثلا لارافيل، تمام. دوس انتر. طيب، هو هيبتدي دلوقتي يثبت المشروع بتاعنا، تمام. انا هثبت الفيديو حاليا عشان مده ال طيب، بعد ما ثبتت المشروع اللارفل اهو، تمام. هنبتدي نثبت ايه بعدها، هنخش جوه في المشروع. خلينا نقفل ده اهو، ده مشروع اللارفل بتاعنا. هنفتحه في الـ Visual Studio Code، في المحرر يعني، اي محرر. نفتح التيرمينال، تمام. عشان اثبت اللارفل يو اي مثلا، اللي هو بيبقى خاص بالريجستريشن وكده، اهو عادي بثبت الجزء الخاص باللارفل ده، تمام. اعمل انتر، مش هياخد وقت، المفروض هيتثبت على طول، تمام. طيب، عندنا ده الخاص بقى بالرياكت، تمام، اللي هو بي اتش بي ارتيزان يو اي رياكت اوث، تمام. ده عشان احط معاه الاوثنتيكيشن اللي هو يعمل لي لوجن، تمام. انما لو احط ملفات رياكت فقط بستخدم، فانا عادي مفيش مشكله احط معاه ده عشان يعمل لي بالاوثنتيكيشن، تمام. انما لو عايز احط بقى خاص بالفيو جي اس هستخدم ده. وفي احيانا بعض الايرورز بتحصل، فبتضطر تحمل ايه اللارافيل ميكس، بتحمل ايه update للفيو لودر، تمام. بعد كده بتعمل npm run dev، بعد كده ايه قبلها بتعمل npm install يعني، تمام. خلينا نحط اللي هو الرياكت ده، خلينا ننسخ ده، ندوس انتر، تمام. بيقول لي اعمل هنا npm install، بعد كده اعمل npm run dev. المفروض نعمل npm install، تمام. نستخدم. طيب، هياخد مدة برضو وقت، فخلينا نثبت الفيديو قبل ما ايه يفنش. طيب، بعد ما فنشنا على ام بي ام انستول، تمام، بيظهر لنا الباكجز اللي اتحملت، تمام. بعد كده المفروض نعمل ام بي ام ران ديف، تمام. فنعمل هنا ام بي ام ران ديف، تمام. المفروض يعمل دلوقتي ايه ملف هنا اهوت جديد، بس هنضطر نعمله كومبايل مرتين عشان هو بيكريت ملفات، بيعمل انستول للمكتبة دي الاول، بعد كده هنعمل ايه ران ديف تاني اهو. نعمل تاني، بيقول لي اعمله تاني اهو، ام بي ام ران ديف تاني. هو ده هيعمل بيلد للملفات في الريسورسز، تمام. هنا اهو ملفات الريسورس في الجي اس دي، هيعمل لها كومبايل في البابليك هنا اهو، في البابليك في الجي اس، تمام. وده بيعمل ميكس، تمام. اهو المفروض عمل ملفات اهو في البابليك السي اس اس، ملفات الساس وملفات الجي اس، عمل لها كومبايل اللي هو الملف الايه الجي اس اللي هنا اللي هو خاص بالرياكت، تمام. وعندي الكومبوننتس، تمام. اكزامبل دوت جي اس ده ملف رياكت، تمام. اهو امبورت رياكت فروم ايه رياكت جي اس. خلينا نعمل ران للبروجكت، تمام. خلينا نعمل بي اتش بي ارتيزان سيرف، بي ارتيزان سيرف، تمام. نفتحه على لوب متصفح، تمام. اهو ملف اللارافيل شغال عندنا، تمام. نعمل لوجن، تمام. تقدر تعمل ريجستر، بس طبعا انا مش رابطه بقاعده بيانات، تمام. فده ازاي تحمل الرياكت. فيديو تاني ان شاء الله هنتعلم ازاي نستخدم بقى ايه مكتبه الرياكت دي، وازاي نعمل ايه كومبوننتس دي نستخدم. السلام عليكم.